كنت فاكر اني بعرف اغني، طلع صوتي وحش وانا بتكلم اصلا. بعد كده عمل سهم وقال لي انت احلى حاجه في المكسرات. كان عين جمل ومكسرات ما انا خدت بالي انه عنده موهبه. لا 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 يعرف يعمل ايه؟ لا سامع الصوت اصلا عامل ازاي؟ ايوه انت ممكن تعمل اعمل ايه؟ انا خايف قوي اقول لك تعمل ايه؟ انا يعني والله انا قلقان قلقان قلقان. اتفضل اعمل ايه طيب؟ عايز اعمل اي حاجه بعيد عننا. طب بتعرف تعمل اسمع اغني لك؟ عايز تسمع ايه؟ غني لي.